لك يا اخوي الكريم، اين انساني هاي؟ اذا الخلعه بتحتفل وهون نحن عم نموت من القتل والجوع، والخلعه بتنام تحت شجر الزيتون شوب بالبرد، اي انساني هاي؟ مبيح النزوح بالالاف، اي انساني؟ عم يدعوا الانساني، الناس عم تموت، الاطفال عم تقتل، النساء اشلاء، الاجنه ببطن امهاتها عم بتموت، نزوح، قصف، دمار، قتل اطفال، نساء، تهجير، قصف، طيران، كل هذا الحكي باليوم العالمي للإنسانية. وين الإنسانية؟ أسألكم بالله وين الإنسانية؟ يا بالحلا أيو إنسانية؟ أيو إنسانية؟ الناس تحت السجر نايمة وعم تموت كل يوم ألف موتة، وقصف وحرب ودمار. حقوق الحيوان بأوروبا أحسن منها، إذا بيموت كلب أو بصير كلب ينزل بجورة بيعملوا المستحيل حتى يطالعوا. إحنا مين داير علينا؟ ما لنا إلا الله عز وجل. هلا ما في انسانيه ما في. نحن بنوجه رساله لله، الله يصطفر فيه اللي عم يضربوه وعم يشردوا هالعالم، الله يصطفر فيه يا رب. ما لمين بدك تقول للانسان؟ ما في انسان، مات ضمير العالم، ما بنوجهه لله، بنشتكيه لله، والله اكبر منه كلياته. بعتقد العالم الغربي او اللي بيسمي حاله هو ابو الانساني، ما في انساني موجود طويل، لان المحتل الروسي هو المعتدي علينا في ارضنا، وهو اللي عم يقصفنا بالطيران. والعالم الغربي اللي بيدعي الإنساني ما بيرضى بيدخل لعنا على مناطقنا المحررة سلاح ندافع فيه عن أنفسنا وعن أطفالنا. إنه بس أنا بوجه رسالة للإنساني، إنه وين الإنساني؟ هالأطفال كل يوم بريحة بخان شيخون، في مناطق إدلب كافي، بقصف طيران الهمجة الأسدة وروسيا، واللي عم يدعمون لعنا الإرهابيين. إحنا عنا إرهابيين؟ ما في إنساني. بوجه رسالة للإنساني إنه ما في أي إنساني. بداية لازم نبحث عن الإنسانية. إذا بدك تبحث عن الإنسانية بتمشي بالطرقات، على الأوتوسترادات، بتزور المخيمات، بتشوف وبتسمع، وبعدها بقترح عليك اقتراح واحد. نحن بإدلب هون من زمان حفرنا قبر ودفننا فيه الإنسانية.